الأهلي يكتفي بالتعادل الإيجابي مع الحرس الوطني الأفضل في الشوط الثاني 1-1. أحرز نادي الأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الشوط الأول في الدقيقة 19، وتعادل الحرس الوطني دايوري في الدقيقة 75. كابتن شريف، تفوق النادي الأهلي في النتيجة الشوط الأول، ولكن تفوق الفريق الحرس الوطني لاعبا، وربنا كلل جهوده بالهدف اللي هم جابوه. احنا اتكلمنا في الهاف تايم وقلنا احنا محتاجين هدف تاني ينهي المباراه وينهي امال الفرقه الثانيه، انما احنا متفقين كلنا على ان ارضيه الملعب خلاص مش سامحه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يعرفوا يلعبوا اي شكل، اي تاكتكس، اي تحركات، اي حاجه. حيا الله بس انا ما شفتش اي حاجه حصلت الا بنزول وليد سليمان. وليد سليمان عرف يقف على كورته، عرف يعمل كوره عكسية الناحية الثانية مع زيادة وزنه كمان، بس يعني واضح ان هو زايد في الوزن، عنده زيادة في الوزن. لو كان اقل شوية 2-3 كيلو كان فرق اكتر من كده، انه مشتاق انه يلعب كورة يعني. غير كده حسيت ان لعيبة الاهلي حاطة بقى، يعني مش واخدين أيوة. مش واخدين الشوط الثاني لانهاء المباراه للمحافظه زي ما انت قلت في الهاف تايم. قلنا بين الشوطين، هل مستر موسيماني هيحاول يحافظ على النتيجه دي ولا هيزود الضغط ويقدر يفوز بالمباراه. واحنا قاعدين برده واحنا بنتفرج، اتفرجنا على الفرقه الثانيه ما بتلعبش كوره يعني، اللي هي بس هي كور عاليه وبيعملوا اشتراك في روح، هو سبب الهدف اللي دخل فينا في ظل اتنين عندنا اعتقد ياسر ابراهيم و ايمن و يعني بيتفرجوا في كره عاليه وهما الاثنين تحتيها وبيشاوروا لبعض في العارضه كمان، والكره اللي حصلت مع ياسر ابراهيم عدى الراجل منه وراح حاططها ببوز الجزمه جت في العارضه، فكان في علامات بتقول ان الفرقه دي هتبقى موجوده في الشوط ده. واتكافئوا بصراحه يعني، ساعات ربنا بيكافئ طبعا الناس اللي هي بتجري وعندها مجهود. انت كنت عايز تبقى بابسط الامور وابسط الاداء وان كده تخرج سليم، انك تكسب المباراه دي ما تتعادلش او ما تتغلبش، انما الظروف مش مساعده، الظروف مش مساعده لاسلوب لعبك لشكل اللي انت بتتمناه. ولكن هقول لك على حاجه، كان عندنا كورتين انفرادات في الشوط ده يعني. طاهر محمد طاهر جات له كوره لو تفتكرها معايا في الدقيقه 60 طبت قدامه، لو هو عارف ان الارض دي كره بتطب فيها ما بتطلعش عاليه قوي كان هيقدر يتصرف فيها. هيتصرف فيها احسن من كده. السوليه جات له كره لو استلمها صح كان هيروح على الجون على طول، في مش هيرجع بيها تاني وهتبقى الفرقه التانيه ريحت ترجع وتعمل تغطيه. و علي معلول بقى زي ما انت شفت بقى هاف ليفت وينج ليفت الناحيه التانيه وحاول يعمل اكتر من حاجه، بس ظروف الملعب مش قادر احكم انا على الجو والرطوبه. كويس ان النتيجه 1-1، انت محتاج 0-0 في مصر او 1-0 يعني، الشكل هيبقى في مصر حاجه تانية باذن الله. فباذن الله الحمد لله على النتيجه دي، هي نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا. في التقييم بقى وفي الاداء والكلام ده مش هتقدر تقول غير ان الروح بتاعه فرقه الحرس كانت اعلى منك في الشوط الثاني. كابتن علاء، كابتن شريف اتكلم عن الاداء والروح، ولكن ايه اللي اتغير في النادي الاهلي الشوط الثاني؟ ايه اللي اتغير في الاداء؟ ايه اللي اتغير في الروح؟ انت كنت متقدم الشوط الاولاني 1-0، وانتوا بين الشوطين يعني قلتوا ايه؟ توقعتوا ان ممكن النادي الاهلي يزود المكسب ده بهدف ثاني. ولكن اللي احنا شفناه الشوط الثاني، شفنا سيطره ميدانيه من فريق الحرس، وكان تقريبا هو مسيطر على وسط الملعب. وايه اللي خلانا كمان نفقد وسط الملعب؟ هو الشوط الثاني انت بدون اي مبررات انت سلمت له الملعب. ايه السبب؟ السبب حاجتين دايما قافه كده في اللعب المصري. الاطمئنان ان النتيجه 1-0 والفريق مش قوي ومفيش مشكله حتى والملعب مش هيساعد حد. وان انا ممكن اجيب هدف في اي وقت. في كره القدم تروح عامل عليها علامه اكس. صح. غلط ليه؟ 1-0 نتيجه لحد اخر ثانيه معلقه، ما تضمنش اي كره طايشه، مش هقول لك كره ملعوبه زي حتى الهدف اللي جه فينا بنتكلم فيه ايمن، كره عاليه لو هم اعتمدوا عليها اتلمست واحد لوحده جول. صح. كره برضو يعني كل الحاجات الخطر اللي جت النهارده على النادي الاهلي، واحده في العارضه برضو كره طويله استلم الراجل يعني كالعاده، برضو الاخطاء اللي هي بنتكلم عليها من الموسم اللي فات ان هو دايما
الفرد هو اللي بيستلم الكوره مش المساك، وده غلط في كره القدم. مالكش دعوه صح. انت مالكش دعوه بهجمه بتاعت النادي الاهلي، انت ليك مشكلتك الراجل راس الحربه اللي موجود معاك او الراجل الفرد اللي موجود بغض النظر عن اسمه. مظبوط، هو ده شغلك الشاغل. كل واحد في الملعب ليه شغل، ما بقولش كابتن شريف يعمل شغل اسامه او اسامه يعمل شغل بلال او علاء، مش ما ينفعش صح. ما احنا 10 لعيبه، كل واحد ليه دور، وكل خط ليه دور، وكل خط ليه عند حته معينه وخلاص على كده. مظبوط. لكن هجمه بالطفشه راحت لراجل استلم عدى من ياسر في بطن العارضه ونزلت، تقول الحمد لله ما نزلتش تحت. في واحده بعدها علي لطفي امتياز طلع قفل على الراجل الزاويه كويس قوي طلعها. ده كل ده كل الكلام ده قبل الهدف. ايوه يعني بدات في مؤشرات خطوره بلعبه واحده بس اللي هي الكره الطويله. صح. الطبيعي الطبيعي ان انا اخد بالي بقى. طبعا اخد بالك بايه؟ انت عملت شوط تاني حاجه يعني غريبه جدا، سلمت بالظبط نص ملعب الحرس الوطني وتقريبا ربع ملعبك ليهم، لان انت بقيت بتدافع من ورا قوي، وده في كره القدم غلط. انت دايما خلي دفاعك متقدم، حتى اما تغلط يبقى الغلط يتلحق. أيوه. انما لما بتغلط يعني ياسر ما مسكش الراجل، الغلطه كانت ايه؟ بطن عرضه وتلعب بره. الغلطه اللي جاي منها الهدف كره عاليه، بس انت ورا قوي. انت لو جبت الهدف يا ايمن احنا بندافع قدام السكس يارد مع لطفي، ما ينفعش. اخطاء تحصل كتير قوي طول ما انت متاخر عند علي، طول ما انت فرص الاخطاء كتير. صح. الوقتي انت بتدافع دفاع متقدم، لازم دفاع متقدم. لعيبه الحرس الوطني مش من اللعيبه او مش من الناس اللي عندها المهاره اللي ممكن تقلقك لو انت بتدافع لقدام، بالعكس انت كده تريح لعيبتك. انت ما بتدافع من قدام انت بتريح لعيبتك. يعني المفروض كان يحصل الشوط الثاني تروح زائق كل خطوطك لقدام شويه، الثلاثه لقدام لقدام شويه، نص الملعب الثلاثه لقدام شويه، ويبقى ياسر وايمن اشرف على دايره السنتر بس. بص بقى ايمن المسافه من دايره السنتر لعلي لطفي، بص قد ايه كبيره قوي. يعني انت شايف الملعب كله، عالي شايف الملعب كله ممكن يتكلم، ما بيعملوش غير لعبه واحده كره طويله. يعني انت ساعدتهم في حاجه، انت اديتهم الفرصه ان هم يعملوا لمسه والتانيه في نص الملعب اللي هو بيدور عليها، وتروح لعبوا كره طويله. الشوط الاول ما كانتش موجوده ليه؟ لان انت لحد كبير كنت ضاغط شويه. صح. ضاغط شويه فما عندوش الفرصه دي. لو اي لقطه جه على المدير الفني بتاع الحرس الوطني، بص بيعمل ايه؟ كل بيشاور كره قدام كره قدام كلها، عشان انت سبت الحاجه اللي هو بيدور عليها، لمسه الثانيه. طب ما هو بقى خلاص عنده المساحه، يعني اقرب واحد مثلا مني لاسامه، فانا عندي الوقت اللي امسك الكوره والعب الكوره العاليه، هو ما بيلعبش غيرها. صح. خلاص واضح ان اللعيب رقم 9 لعيب خطر، هو اللي جاب الكوره في العارضه، هو اللي احرز الهدف والمتحرك اللي فيهم. مزبوط. والباك ليفت اللي اتكلم عليه اسامه بين الشوطين. هي دي فريق الحرس الوطني، فريق متواضع. بس الفريق المتواضع ده احنا دايما بنتكلم هنا الكلام في الاستوديو كلنا، اي لعيب كوره ما ينفعش تسيب له وقت ومساحه هيضرك، وده حصل. سبت وقت كبير قوي للعيبه الحرس الوطني، وسبت المساحه الشوط الثاني بدون اي مبرر. صح. الطبيعي مع مرور الوقت انت حتى حته الرطوبه والحراره بتقل ما بتزيدش. مظبوط. فانت المفروض حتى، وبعدين ما كانش فيه تعب في الشوط الاول، بالعكس انت بقل مجهود وانت يعني الشوط الاول انت مستنفذ لا ومشي زي ما انت عايز حتى، لكن مفيش مشاكل. حتى لو ادائك مش حلو قوي كابتن شريف قال الملعب مش هيناسبك وكده، ماشي، بس انت عملت غلط، انت سبت الملعب كله للحرس الوطني. هو بقى ناسب اللعب، هو ناسب لعب الحرس الوطني. ليه؟ الحرس الوطني مش فريق استحواذ لا خالص. الحرس الوطني عايز لمسه الثانيه الثالثه ويعمل عليك الضرر او المشكله. من بدايه الشوط الثاني لاخر كوره اللي جت عليك ضربه ركنيه ما غيرش اداؤه. بس اللي بيلعب بيه هو نفع ان هو تعادل معاك. اللي دخل الحرس الوطني المباراه انت. أيوة. لان انت استغنيت على نص ملعبك بالكامل. ما ينفعش خالص في كره القدم نص ملعبك تسلمه بالكامل كده خالص، بالعكس. أيوة. انت 1-0 كنت اتمنى ان الكلام يحصل بين شوطين، كلام قوي شويه، دور على الهدف الثاني. احنا مش غالبين، احنا مش 1-0 نتيجه بس، ما خلصش خالص. يعني اول كلمه كنت ممكن اقولها ايه؟ انسى 1-0 دي، الشوط الثاني انا بدور على الهدف. ما تجيبش سيره 1-0 دي، لان 2-0 كان مش عارف الشريف كابتن شريف القلوة واسامه الموضوع انتهى. تماما. عايز بقى تريح، عايز تجمد الكوره، عايز تلعب الناس اللي بره، اعمل عايز تعمله. لان غالبا الفرقه زي الحرس الوطني دي 2-0 زي ما كان بيتكلم بلال،
خلاص هو انتهى، لانه عارف بيلعب مين. فيقول لك يعني هو نازل ايمن بيلعب، هو بيسخن وعارف ان هو هيلعب النادي الاهلي، هو عارف بيلعب مين، فهو بيلعب على امل بسيط جدا ان هو 1-0 يطلع. فهو عارف لو 2-0 يا 2-0 مع خلص. بطل افريقيا لا العب بقى. ايوه لا الشوط الثاني لا ايه ده طمع طمع انت أيوة. بص يا امان، الفرق الكبيره دايما، الفرق الكبيره هي دايما بتطمع الفرق الصغيره. صحيح. الفرق الصغير عارف حجمه، بس انا حجمي ده لو الكبير ده ما عرفنا حجمي فين، انما الكبير ده عرفنا حجمه في الشوط الاول 1-0، لكن الشوط الثاني يعني ايه عارف انت ايه، انا خدت نفس. أوه. ايه ده نفس في نفس، ده انا عملت خطوره جرب. انا جبت كره في العارضه، ده حارس مرمى طلع كوره ممكن اتعادل، بدا يزيد. صح. فهو فكر ان هو يتعادل، حصل التعادل، بالنسبه له نتيجه فوق الخيال. هو عارف ان هو المباراه اللي هنا ان شاء الله امله مفيش بالماينس، لكن 1-1 مع بطل افريقيا بالنسبه له طبعا امل كبير، وهياخد عارف انت دفعه معنويه كبيره قوي زي ما بلال بيقول لك. الفرقه الصغيره دي ما بتلعب مع الابطال دي فرحانين واللعيبه مبسوطه واللعيبه. فهو النهارده هو بالتعادل الايجابي ده كابتن بالنسبه له انجاز، انجاز انجاز، واي انجاز طبعا. هو بالنسبه له يعني عارف صعد. صحيح. لكن ايه المشكله كلها كانت فينا احنا الشوط الثاني. صحيح كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن شريف والكابتن علاء، اداء غير متوقع على الشوط الثاني برغم التقدم الشوط الاولاني. أيوة. يعني حتى لو انت ما كانش السيطره ليك الشوط الاولاني كانت النسبه 55-45، ولكن انت قدرت باقل مجهود تتقدم في الشوط الاول، وكان المنظر احسن وكنت واقف كويس في كور كتير. الشوط الثاني لو جبنا بعض اللقطات هتلاقي حتى تمركز المدافعين الشوط الثاني، برغم ان الكابتن علاء بيقول لك ان هم كانوا راجعين لورا قوي، انما التمركز نفسه كان خاطئ. ماشي، بس هو العمل الفرق الكبير ده الرغبه الغير عاديه لفرقه الحرس مع هدوء زي ما علاوي شريف قالوا، هدوء ليك انت، احساسك ان انت كسبان والفرقه سهله. بس خلي بالك الرغبه الرغبه يا كابتن اسامه بيقابلها كمان اخطاء. ماشي، ما في اخطاء طبعا في النادي الاهلي، انا مش بتكلم على، بس انا بقول انه اصرار وحماس فرقه الحرس الوطني الشوط الثاني. صح يا اسامه، مع هدوءك هو ده اللي ادى اسامه هدوءك اللي مش مبرر يعني. ده ليه الهدوء ده؟ الهدوء ده من ساعة الدوري اللي فات، أنت مضيع دوري بهذا الشكل. هي مشكلة زي ما كان زي ما علاء، أنا بكلمك بقى بصراحة. اللي هو الواحد صفر. الواحد صفر ده وما بتغطيش، أنت رايح منك دوري، رايح منك سوبر مصري. نفس الشكل ده اللي حاصل بقاله معانا شهور يعني. نفس المفهوم ده يعني. فالهدوء اللي حاصل عندك مع الحماس الكبير عند فرقة الحرس الوطني هو ده اللي أنت وإحنا كلنا قاعدين نتفرج بنقول فرقه الحرس قربت تجيب جون. قربت يعني، كلنا كنا قاعدين ومتفقين على الموضوع ده. من اكتر من كوره مظبوط احساسنا ان هم قربوا لعلي لطفي، ان كره في العارضه، ان كره علي لطفي بيشيلها. صح. احساس خلاص ان هم قربوا. طبعا النادي الاهلي ليه ضربه جزاء واضحه لما يجي الكابتن ناصر عباس يتكلم عليها، بتاعت اكرم توفيق، يمكن اوضح من الضربه اللي جت الاولانيه. صح، دي فرقت شويه في اللقاء، مع ان الراجل كمان عمل اللي هو مدربهم عمل 3 تغييرات اللي هو 30 و20 و10. 30 و20 دول طوال ولعبوا لقدام وبيلعبوا على كور طويله. مظبوط. واستمر عبد الحميد عثمان اللي هو رقم 19 اللي هو الظهير الايسر، هو مكمن الخطوره من ناحيه الشمال. صح. وعمل اكتر من كره عرضيه وكرات بيجيب منها كورنرز، والناحيه الثانيه رقم 9 اللي هو جاب الجون ديوري ده، وهم يمكن اوضح اثنين زي ما علاء قال، تقريبا هم اوضح اثنين فيهم. باك ليفت الباك ليفت والرقم 9 اللي جاب الجون كويس قوي. ده يخليني الجنبين ابتدوا يشتغلوا. مظبوط. ده يخليني اتكلم في نقطه مهمه جدا. يعني احنا شفنا الشوط الاولاني ولحد الدقيقه مثلا 70 او 74 من الشوط الثاني، محمد هاني بيلعب لوحده في المنطقه دي، وطاهر ما كانش ليه مسانده دفاعيه. مظبوط. هو استنى عليه كتير جدا، ولما ابتدى يفكر انه ينزل اكرم نزله متاخر في الدقيقه 74. مظبوط. ده كمان يعني نزول اكرم عمل شيء من الحماس في جنب اليمين. مظبوط. سواء في النواحي الهجوميه يعني. مظبوط. حتى بعد الهدف ابتدت تبقى رجعت لك خطوره شويه من ناحيه اكرم ووليد. انا اللي اقصده ان ممكن التغيير ده كان يبقى بدري شويه. مفروض طاهر كان، كلنا كنا متفقين ان طاهر من الشوط الاولاني حتى تغيير كهربا، قلنا ان كهربا برده ما كانش موفق قوي بس كان متحرك عن طاهر يعني. انا حتى توقعنا ان كهربا، ان طاهر هو التغيير الاولاني. مظبوط. فهو فعلا تغيير اتاخر. الحاجه الثانيه انه شال ديانج من نص الملعب.
كان انشط واحد في نص الملعب في النواحي الدفاعيه يعني السيطره اللي كانوا بيتكلموا عليها دلوقتي الكباتن ان الشوط الثاني تحس ان في سيطره في نص الملعب من فرقه الحرس الوطني وابتدوا حتى ينقلوا كره على الارض رغم صعوبه الارض الملعب بس ابتدوا يبقى في استحواذ ليهم برضو خروج ديانج دي كانت يعني علامه استفهام شويه لانه نشيط وبيجري وبيخبط كتير وجسمه قوي وعنده التحامات قلت دي شويه لما خرج ديانج في وسط الملعب هو طبعا عمل التغييره كبيره لانه بدر بنون رجع ورا وايمن اشرف راح باك ليفت وعلي معلول طلع الجناح يعني هي التغييره عملت بتاع 3 4 تغييرات في الملعب وخلي بالك بمجرد التغيير دوت هو الجول دخل في الدقيقه 75 مظبوط يعني بعديها بدقيقه تقريبا مظبوط شويه فاللي حصل الشوط الثاني زي ما قلت لك هدوء من لعيبه النادي الاهلي 3 تغييرات فيهم اطوال للراجل بتاع فرقه الحرس وقت ان هو رقم 30 و20 نزلوا قدام عملوا خطوره الحماس اللي كان كبير والرغبه اللي كانت عند فرقه الحرس كانت اكتر مننا الشوط الثاني واحنا كلنا حسيناها حتى في الالتحامات كانت التحاماتهم قويه وفيها احيانا خشونه فكل الحاجات دي يعني قربت فرقه الحرس من الجول لغايه لما قدروا يجيبوا جول وكان ممكن كمان يجيبوا هدف تاني رغم ان انت ليك كورتين خطر قلنا ضربه الجزاء اللي اكرم عملها وفي كوره وليد سليمان عدى بيها كويس قوي عملها عرضيه بس السردباك والجون قدروا يتعاملوا معاها وطلعوها رغم صعوبتها جامد جدا فالشوط التاني فعلا فرقه الحرس كانت تفوقت نسبيا علينا والنتيجه في النهايه تعتبر معقوله احنا يعني 1-1 بره ملعبنا مع فرقه بالحجم الفرقه او بالمستوى ده تعتبر نتيجه جيده بس احنا بنتكلم على الاداء اللي قل الشوط الثاني بدون يعني مبرر يعني كان ممكن نتعامل مع الشوط الثاني أفضل من كده لكن هنا ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا نكسبهم بإذن الله اكتر من هدف يعني باذن الله ان شاء الله باذن الله كابتن بلال يمكن قلت لي بين الشوطين وقبل المباراه ما تبدا ان في لقطات بتحصل في المباراه ممكن تكسبك الماتش يعني مثلا انت ممكن تكون مش في مستواك وارضيه الملعب سيئه لكن تجي لك فرصه تخلص بيها الماتش صحيح يعني في الشوط الثاني بالذات في بدايته كانت تقريبا ما كانش فيه افضليه للحرس الوطني علينا وفي الفتره دي جات لنا فرصه كان من الممكن ان احنا نقتل بيها المباراه تماما ودي كانت نقطه تحول وقدر بيها الحرس الوطني يقلب الجيم كره محمد كره طاهر محمد طاهر طبعا اكيد يعني بص هو المشكله او الازمه في المباريات اللي زي دي او اللي بره ملعبك بشكل عام لما بتستسهل الماتش هو بيتصعب عليك تلقائي يعني انت بتلاقي فرقه زي ما الكباتن كلهم يعني اجازوا في الموضوع ده قال خلاص انت بتلاقي فرقه كل طموحاتها وامكانياتها ان هي تعمل عليك جيم كويس جيم كويس بكل حاجه بقى يبقى روحهم في القتاليه عاليه الكره المشتركه يقدروا يلعبوا كره على الارض يعني انت ممكن ما تلاقيش الفرقه دي بتلعب كره على الارض في الماتشات العاديه بتاعتها تلاقي مثلا كرات طويله وكرات عاليه وتخبيط وبتاع لكن لما يلعب قدام النادي الاهلي وكان كابتن علاء بيتكلم في حاجه مهمه جدا من شويه انك بتلعب هم بيلعبوا قدام النادي الاهلي فعايزين يظهروا افضل حاجه بالنسبه لهم طبعا. افضل حاجه انك تظهرها قدام فرقه كبيره انك تلعب تستلم وتسلم في مساحات على الارض تشتغل على الارض النهارده انت اديته الفرصه انه يعمل كده سبت له المساحه في نص الملعب يشتغل سبت له اطراف الملعب يشتغل حتى الكرات الطوليه كمان كان مميز فيها جدا من اليمين للشمال يعمل كره طويله جدا صحيح. تروح للرايت وينج بتاعهم او الليفت وينج بتاعهم بيستلم باريحيه شديده جدا منهم واحده اتلعبت يمكن وجت رقص ياسر ابراهيم وحطها في العارضه كانت ممكن تبقى جول بدري وتصعب عليك الجيم وبعدين تخش في 2-1 والامور كانت تبقى اصعب من كده بكتير احنا قلنا لما تجيلك فرصه وانت حالتك الفنيه مش جيده لازم تبقى هي دي الفرصه الاخيره بالنسبه لك صحيح. النهارده خلاص الحاله واضح ان الحاله مش جيده احنا اتكلمنا قبل الماتش وادينا اكسكيوز عشان خاطر الملعب والرطوبه والحراره وانت مش والملعب صعب عليك والارضيه صعبه جدا خلاص جات لك فرصه لازم تسجل عشان ما تخشش في معاناه انت برضو في دور ال 16 هيجي لك ملاعب برضو سيئه طبعا. انت مش بتلعب التوب 5 في الدور ال 16 انت هيجي لك مثلا ماتشين بره صعبين جدا على ملاعب سيئه جدا وكل سنه بيحصل كده مش معقول انت هتروح كل ماتش بتلعب بره ملعبك هنبقى احنا حاطين ايدينا على قلبنا وخايف انك تتعادل او يجي فيك جون من قلشه من كره ثابته من هجمه مرتده من كره عشوائيه يعني الجول النهارده جه مش من تكتيك من كره اتلعبت
حطها بدماغه جوه خطا. مش غيرها بيلعب. اه بالظبط. ما هو النهارده يا كابتن بيلعب مين؟ بيلعب على عبد الحميد عثمان وبيلعب ديوري، هم دول الاثنين. ده بيلعب ناحيه الشمال كروستات، والثاني واقف محطه بالنسبه له وبيحاول يشتغل في ال 18 بشكل كويس، وهو يمكن اللي عمل الكره اللي جت من اللي جت في العارضه دي. فكابتن النهارده عندك فرصه تعوض في مصر. دور ال 16 هيبقى صعب، انت هتفتقد نقاط. وارد يبقى معاك فرقه جيده، يعني وارد يبقى معاك فرقه ثالثه جيده، تبقى مثلا فرقه زي المريخ مثلا، اي فرقه، فرقه زي اسك النهارده كسبانه شباب بلوزداد 3-1 في ملعبها، فرص بتيجي بتسجل. فكون ان انت تطلع بره ملعبك وتادي كده زي ما برضه ما عملت السنه اللي فاتت. انت برضه كانت مشكلتنا السنه اللي فاتت ان خرجت بره اول ماتش برضه تعثرت. جيت في ملعبك بتكسب بالعافيه، الكلام ده صعب، الكلام ده هيبقى صعب عليك. ولكن اعتقد ان التدعيمات اللي النادي الاهلي عملها هيبقى هيكون ليها دور ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله جيد. يبقى ليها دور كبير باذن الله تعالى. ولكن خد بالك انت برضو لازم المدير الفني يعني يبقى يحمل اللعيبه مسؤوليه اكبر من كده في الملعب. النهارده حتى وان كان انت بتلاعب فرقه مش موجوده على الخريطه، يعني الفرقه دي انا اول مره اسمع عن الفرقه دي، على اسمع عنها يمكن من 30 40 سنه ولا حاجه. فانت بتلاعب فرقه مش موجوده على الخريطه، ما ينفعش يبقى الاداء بالشكل ده. صحيح. خد بالك حفظا لكرامه النادي الاهلي. صحيح. تاخد بالك ده رقم واحد. انا النهارده انت بتلعب باسم النادي الاهلي، او اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي والمدير الفني والجهاز، كل الناس دي بتلعب باسم النادي الاهلي. مظبوط. كون انك تخرج 2-1 مغلوب، لا قدر الله ممكن يجي جول في اخر الماتش، او واحده من اللي راحوا تيجي جول، انت ليك فرص. أيوه. ليك واحده بتاعت وليد سليمان، ليك واحده بتاعت طاهر محمد. طيب. طاهر عليك فرص. أيوه. واضحه. لكن هم كانوا افضل منك في الملعب النهارده. لما تيجي تقسم الجيم هتلاقي ان الفرقه دي مظبوط اللي كانت بتلعب بعشوائيه دي هم افضل منك في الملعب. الفرقه دي تعادلت تكمله للبلال 1-1 على ارضها مع فرقه بروندي وكسبت بره. بس مع الاختلاف يا كابتن بعد اذنك، بس المجهول ده مع الفرق، المجهول ده على الارض دي اللي احنا شفناه ده. انا ما اعرفش على الارض كويسه هيبقى الشكل عامل ازاي. ان شاء الله تبقى الافضليه للنادي الاهلي باذن الله. طب تعالوا نروح نشوف مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراه قال ايه. Obviously, we did not get the results we wanted. Clairement, on n'a pas eu le résultat qu'on devait avoir, qu'on voulait avoir. Pourtant, on a eu une nature qui n'est pas ce qu'on voulait avoir. But under the conditions that the situation is here. Mais d'après les conditions et les circonstances ici, on a eu un ظروف والمعطيات اللي كانت موجوده في المباراه النهارده. You know, it's not very easy to play here. Vous savez que c'est pas très facile de jouer ici. Mais سهل جدا نلعب هنا. I would just like to focus on the positive side. Je veux concentrer sur les aspects positifs. عايز اركز على الجوانب الايجابيه. That we came here to win. On est venu là pour gagner. جينا هنا عشان نكسب. And we scored the goal. On a marqué le but. وسجلنا الهدف اللي عايزينه. And but unfortunately at the end we conceded the goal. Mais malheureusement on a encaissé un but à la fin du match. للاسف دخل فينا جول في اخر المباراه. We defended okay. دفعنا كويس، on a bien défendu. On a bien défendu jusqu'à qu'on a encaissé le but. دفعنا كويس لغايه ما دخل فينا الهدف. So I'm not happy with the results. Je suis pas content du résultat final. انا مش سعيد بالنتيجه النهائيه للمباراه. It's an okay game. مش ماتش اوكي. مباراه يعني اوكي، مفيش مشكله فيها. We are not happy with the results. Mais en général, nous sommes pas contents avec le résultat final. بس احنا مش مبسوطين من النتيجه النهائيه للمباراه. Alors comment vous avez vu C'est la deuxième question pour répondre. Oui. Ça y est. OK. How do you see the your opponent, the Nigerian team? No, good. ايه رايك في الفريق النيجيري اللي لعب الفريق النيجيري اللي بيلعب معاك النهارده؟ Got a good attack. في النيجر. Ils ont un bon attack, عندهم هجوم جيد. Good team. وفرقة جيدة. Une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Question for the hour. If we need to ask you about si on veut poser, if you want to ask you the question about the refereeing tonight and the penalty was not missed by the referee for Akram Taufik and some the wrong decision will affect the game. Si on veut poser la question concernant le penalty qui n'a pas sifflé par l'arbitre pour Akram Taufik, le joueur numéro 25, et les décisions, les mauvaises décisions qui ont influencé un peu sur le résultat final du match, qu'est-ce que vous pouvez dire? I like to focus on the positive. J'aime me concentrer sur les points positifs, les côtés positifs. بحب اركز في الجوانب الايجابيه. You also. كلكم شفتم. Vous avez tous vu. It's not for me to comment. مش انا اللي اعلق. C'est pas moi à faire le commentaire.
And I know it's very difficult for a referee to give two penalties in a match. طبعا صعب الحكم يدي ضربتين جزاء في ماتش واحد. C'est difficile pour un arbitre de siffler deux penalties dans un seul match. In Africa. En Afrique, خاصة في أفريقيا. And on an away game. وفي ماتش خارج الديار. A match, c'est pas domicile, c'est à l'extérieur. I've been in this Champions League for it's my ninth year now. C'est la 9e année pour toute l'Afrique. C'est la 9e année que je joue en compétition africaine. The second penalty normally in Africa you don't get it. طبيعي عادة ضربة الجزاء التانية ما بتتصفرش ما حدش بيديها في أفريقيا. Normalement le deuxième penalty on siffle pas en Afrique. There's only one thing I will say to my beloved continent. Il y a une autre chose que pour donner pour mon bien-aimé continent. حاجة واحدة بقول للقارة بتاعتي حبيبتي المحبوبتي. القارة بتاعتي القارة الأفريقية. When are they gonna put VAR for all the games? Quand est-ce qu'on va mettre le technique de vidéo dans tous les matchs VAR? امتى نحط الفار في الماتشات كلها؟ If you don't have VAR. لما فيش فار سي اون ابال فار ذا جيم از ستيل جونا جو لايك ذس الماتشات هتبقى بشكل ده الماتش هيكون كوم سا سو اتس اباوت تايم افريكا هاز في ار سي اون كيستيون دو تون دافوار لو فار اون افريك لما مع الوقت المفروض يبقى في فار في افريقيا اذروايز اتس جوينج تو بي او نوت بينالتي او بينالتي نو بينالتي يعني هيبقى في بقى لقطه في ضربه جزاء مش ضربه جزاء يبقى في اون فايز تي سي اون بينالتي او نو اون فايز تي اون با باس افون لايك بيهايند فروم يوروب Nous sommes un peu en arrière de l'Afrique, de l'Europe, un peu en arrière de l'Afrique. Afrique, Europe. You got the VAR, maybe en Europe, ils ont le VAR. Semi-final, quarter-final. Ils ont demi-finale, finale. Nous sommes en Europe, nous mettons tout l'Afrique dans le finale. And it's not VAR to support us. ومش ما بنستخدمش الفار عشان يساندنا او عشان نستخدمه ده هيساعد الناس كلها ايدي طول الموند با نو سولمون نتريكي sometimes it's not easy for the referee to see c'est pas facile parfois pour l'arbitre de voir ساعات بالنسبه للحكم صعب انك يشوف كويس but when you have other referees on top mais lorsque un autre arbitre en haut لما يكون في حكم تاني فوق بيكلمه بيقول له come and see something here يقول له تعالى وبص في الشاشه في حاجه il appelle de venir pour voir sur l'écran Si jamais il y a personne qui l'appelle, il peut faire sa décision propre à lui. Jusqu'à ce qu'on peut avoir le VAR, you can solve many things. On peut avoir le VAR pour bien résoudre beaucoup de choses. But I don't want to comment about the penalty. Je ne veux pas faire un commentaire sur le penalty qui n'était pas sifflé. Je ne veux pas dire que le hakam n'a pas sifflé. Merci beaucoup. Ça y est, merci. Merci beaucoup. يمكن كابتن شريف يمكن في المؤتمر ركز مستر موسيماني على ضربه الجزاء الغير محتسبه اللي كان بتاعت اكرم توفيق ركز على الفار اه كان بيطالب بالفار انه يكون موجود بيساعد اكتر في الادوار دي في رؤية المواقف اللي بتحصل في المباريات دي وبيبقى قرار الحكم هو القرار الأساسي إنه يدي الكرة دي بنالتي ولا مش بنالتي أو يديك حقك أو ما يديكش حقك إنما مفيش إعادة للقطة يعني بره قصة التعادل اللي إحنا فيه ده النهارده في تغييرات بالنسبة لي أنا لو أنت هتتكلم هنتكلم فيها فعلا أيوة كنت لسه هتكلم عن التغييرات طبعا فا أي نعم هو ما عندوش من البدائل بره كان يغيروا حتى الشكل اللي إحنا حصل لنا فيه الشوط الثاني ده بس تعالى نتكلم مثلا على نزول وليد سليمان بدل كهربا في الدقيقة 67 شكل افضل كهربا من اول ماتش بيحاول انما ارضيه الملعب دي ما تنفعش مع اسلوب لعبه اللي هو اللي بيمسك الكوره كتير وعايز يعدي يعني مش هتساعده كتير قوي انما تجهيز ولكن كان في بعض المحاولات منه بس تجهيز اللاعب ايمن في الملعب لما انا طول عمري بنلعب على ملاعب زي دي ده غير المطر غير 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 بنبقى خلاص بقى عندنا امر واقع اسلوب لعب انا بقى انا جاي العب ال 90 دقيقه دي هعمل ايه في ال 90 دقيقه دي ولا كره بتتشط النهارده في 90 دقيقه ولا كره ولا واحد حضر للتاني او فكر ان هو يصوب كره ناحيه حارس المرمى انا ما شفتش ولا كره اتشطت ازاي التحضير ده حتى اهرب من حته الارضيه اللي هي مش مظبوطه دي واستغل الارضيه دي كمان ضد حارس المرمى انا لو شوط اي كره قبل حارس المرمى دي ممكن تقطع وتخش جول ففي تجهيزات فنيه بتبقى للفرديات اللي موجوده عند اي لاعب بيلعب في الماتش لازم يطلعها لي يعني قاعدين بنتمنى ان طاهر محمد طاهر ده يبقى مور اكتيف عن كده يبقى شكله واخد الموضوع بجد قوي اثبات وجود تحدي زي ما انت طلبت محمد شريف يبقى عنده تحدي بينه وبين نفسه في مباراه زي دي اهو اول هاف تايم يمكن موجود انا بعذر اللعيبه كويس
ساعات بعض اللعيبة اللي انا كنت في نفس الموقف ده قبل كده وشفت اجواء اوحش من دي وبطلع قرفان وبطلع زهقان من ارضيه الملعب وكل حاجه بس بيبقى لي 10 دقائق في الماتش او ربع ساعه بتشوفني فيها في بصمه انما مفيش فيه لعيب عندي في الملعب انا ما شفتوش النهارده لو شفته الاقيه مسك كوره وراح عاملها وطفشها مش عايزها ما بيطلبش الكوره مش ذهنه مش صافي مش ما بيفكرش عايز الوقت يعدي وخلاص وغير ان في لعيبه ادائها زي اكرم توفيق كده لما نزل اداء واحد ثابت بيخش وسط اثنين وثلاثه وعايز يعمل حاجه وصل لغايه ال 18 وخد ضربه مباشره خدت بالك ف لا في شغل كتير قوي لازم انا كمان وانا واقف على الخط كمدير فني اكون انا اوير بالحاجات دي كلها عندي درايه بكل اللي انا شايفه ده لازم التغيير يبقى سريع ما استناش لغايه الدقيقه 75 والدقيقه 80 ما هو ده اللي حصل فيا وشايف انا في حاجه بتحصل في الناحيه اليمين ناحيتي هناك من الوينج ليفت ده زي والباك ليفت زي مال اسامه من اول الماتش الراجل حميد عثمان عبد الحميد عثمان ده شايفه انا الفافوري بتاعهم والاكتف بتاعهم والنشاط بتاعهم حتى ما بيفكرش يدي تعليمات انه يقفل يجوز شفته جاب ياسر ابراهيم في اول هاف تايم وقال له لازم اكيد كان بيكلمه في المنطقه دي ساعتها انما تاني شوط انا شايفه واقف بيتفرج مدهوش معانا زينا باللي بيحصل الكور العاليه دي حاسس ان فرقته اكبر من الكور العاليه دي انها تصيبه هدف ولكن طول ما انا سايب نص الملعب وسايب الفرقه اللي قدامي بتنقل واحده واثنين وتعمل كره طويله ما اكيد انا فرقتي هتفضل تنط جنب حتى الكور اللي بتترد على 18 لو ضدنا بتلاقيهم هم لو لينا بتلاقيهم هم ما بتلاقيناش احنا يبقى في فراغ حصل في الشوط الثاني كبير قوي سبيس قوي اللي احنا كنا مطالبين منه كل ما اللعيبه قربت من بعض هتسهل عليها الامور وده اللي ادالهم الافضليه وان شاء الله يتعوض ده باذن الله باذن الله رب العالمين نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل لحضراتكم مره اخرى ارجوكم انتظرونا مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن علاء التغيير الثاني عايزين نتكلم فيه شويه ده لان حصل تغيير في وظائف اللعيبه واماكن اللعيبه في الملعب تغيير بدر بنون مكان ديانج في الدقيقه 74 ايه اللي حصل بعد التغيير ده التفكير كان بنون هيبقى مساك ثاني مكان ايمن اشرف هيروح مكان معلول هيلعب مكان طاهر انت فاهمني لا اشرح يا كابتن ايوه ما هو حصل في الملعب اكتر من تغيير يعني التغييره خدت بالظبط ثلاث مراكز بالظبط معلول اتزق لقدام شويه بقى هو الطرف وبنون لعب مكانه وايمن راح مكان علي معلول هو على الشكل ان كل واحد بيأدي المكان ده مفيش مشكله فيه هي بس المشكله اللي فيه ان علي معلول ما بيشوفوش كتير هنا خطوره علي معلول دايما بيجي على مساحه بيبقى شايف الملعب بيقدر يعمل الكروس كويس قوي بيقدر يمرر كويس قوي علي مش من اللعيبه اللي هو بيستلم على خط علي دايما بيحب يروح على مساحه دي ميزه علي معلول لكن اما الزمه بخط من بدري قوي حتى لو فقد هو الميزة دي. فقد الميزه دي يمكن هو فكر فيها ان يعني حد يشغل المكان ده برضو حته ان ما عندوش لعيبه كتير قوي بره دي ممكن يكون هو اللي فكر فيها كده وايمن اشرف بيجيد المكان ده كويس قوي لكن هي تغييره عملت ثلاث تغييرات كويس اساس التغيير ديانج ديانج لما حتى لو هجوميه مش كويس لكن ديانج ده الجول اللي جه ده الجول اللي جه يعني هي تمريره بينيه من كهربا ديانج يعني انا من وجهه نظري ما استغناش عنه في نص الملعب خصوصا في الحته الدفاعيه لان ديانج حمدي عمرو اكثرهم قطع للكور اكثرهم ضغط على الـ على الـ على الـ على الـ المنافسين بيعرف يضغط كويس قوي ما شاء الله بدنيا حالته دايما ممتازه ما عندوش اي مشاكل بدنيه فحتى لو يعني اصل يعني هو انا بغير الاوحش لو هغير الاوحش الشوط الثاني يبقى انا عايز 10 تغييرات من الاخر بس انما انا بغير عشان التغيير ولا بغير عشان تدعيم وبحاول افتح جبهات يعني هي دي برضو اللي فيها كلام لكن انا من وجهه نظري ديانج في نص الملعب يعني صعب استغنى عنه انك بتسيب فجوه كبيره قوي خصوصا الشوط الثاني اللي انت كمان
مستغنى عنه خالص الشوط الثاني للعيبه الحرس الوطني. انت سلمت الشوط الثاني الوحيد اللي كان ممكن بيقدر يتحرك هو ديانج، فدي عملت خلل شويه في نص الملعب. ان حتى انت بتتكلم دلوقتي ايما تقول ان بعد تغيير ديانج الهدف جه، هي يعني هي مش شرط، هي مش لكن طبعا من هي المؤشره. بص دي هي دي الكره العارضه، بص ليه برجع، ليه برجع وفي الاخر رحت وقفت يعني. يعني ممكن ارجعها تاني لو سمحت. رجع اقف هنا بقى، اقف ده ياخده ويطلع بيه بره. كويس قول. لا انا كملها، لا انا هقولها في التكمله بعد كده. ماشي كمل. بس بص على ايمن اشرف، انا عايزك تبص على ايمن اشرف. لازم ايمن اشرف يروح وراه. برافو عليك. وايمن كمان خلي بالك بص ولمح، لا مفيش حد هنا. لا ممكن ارجع، بس ارجع خمس ست خطوات تاني، معلش ارجع تاني من اول ما استلم. كمان كمان كمل برضه، نص ملعب فاضي بس. اقف هنا بقى، هنا 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 في يعني خطأين ما ينفعوش. مبدئيا ما ينفعش اتكل ان ايه ياسر هيقطع الكوره. ايمن اشرف لازم يبقى هو الراجل الفري اللي ورا ياسر تحسبا. مظبوط. لو عدى يعني حتى لو هو، انا مش بثق في الراجل يعني. ثانيه واحده ايمن، عشان بس اوريك فكر اللعيب المصري. هو اللعيب اللي استلم الكوره ده، اقف هنا معلش ثانيه واحده، اللي استلم ده لو مثلا فرقه كبيره وعندها لعيب خطر وقوي جدا، كان هيبقى نفس المنظر؟ لا. كان هيبقى ايه؟ هيروح جاري بسرعه طبعا ورا ياسر طبعا. هي دي بقى المشكله حصلت لنا النهارده الشوط الثاني. استسهلنا الماتش، استسهلنا مهارات لعيب الحرس الوطني. كويس. هنا بص بطء، هنا كمان ياسر عامل غلطه من اول ما استلم. حاجه من الاثنين، يا اما اذا ما كانتش دلوقتي خلي كل اتجاهه لبره، يا اما مش هيحصل حاجه. فاول ايه اللي هيحصل يعني؟ فاول ولا كره في العرض؟ الحمد لله ربنا ستر. ايوه ده الصح. هنا كمل بقى عادي خالص. طبعا ما خشش بالشمال. يعني الشمال وقفت اليمين فهو عدى. طبعا احنا كنا محظوظين في دي. فدي من بعض يعني، انت عارف لو جبت الكره دي نكمل الكوره، نكمل الكوره لو جبتها من الاول. هات من الاول خالص كده بسرعه، بس من الاول خالص خالص، من الاول ما الراجل لعبها. معلش نص الملعب هوريك بس الخطا. لا ارجع تاني. انت هتتكلم عن نص الملعب. كمل بقى، كمل لحد نص الملعب بس. كمل لحد ما تروح عنده. كملها عادي، كملها صح. انا معاك. كمل. في 8 لعيبه من عندنا هنا. كمل بس هنا. اقف هنا. ده هو ده ايمن اللي حصل الشوط الثاني كله. كل لعيبه الحرس الوطني بيستلموا. بص احنا بعيد ازاي، وبص مساحه. اي لعيب حتى مبتدئ هيعرف مره. صحيح. هي دي مشكله حصل الشوط الثاني. صحيح. طيب تعالوا مع بعض نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه، ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء الذهاب ما بين الاهلي وفريق الحرس الوطني بطل النيجر بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي مرحبا بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي الكابتن ايمن شوقي وضيوفه. مباراه نتيجه قد تكون مرضيه لينا، بدنا نحقق تعادل ايجابي خارج ملعبي، نتيجه مرضيه، لكن الاداء ما كانش على يعني المنتظر او المطلوب، خاصه ان انا بطل افريقيا، عارفين ان في ضغوطات صعبه، حراره الجو، ارتفاع الرطوبه، ارض الملعب كلها عامل حدت النهارده من الاداء اللي ما ظهرش بالصوره المطلوبه. اعتقد طبعا تحدي كابتن ايمن ضيوف، ونفس الانطباع اللي انت بتقوله برده نفس القصه بالنسبه لنا. يعني اعتقد الاداء ما كانش احسن حاجه، لكن انت عارف المباراه اللي زي دي مهم جدا ان انت تعمل نتيجه ايجابيه. يعني اتكلمت انت على ظروف الملعب ودرجه الحراره والرطوبه العاليه، لكن ما اتكلمتش على نقطه مهمه جدا، يعني السكواد اللي متاح بالنسبه لنا. كميه غيابات طبعا غير طبيعيه، سواء اصابه، سواء اللعيبه اللي هي خرجت من القائمه، سواء اللعيبه اللي هي مقيده ولسه ما اتسجلتش. فكان متاح بالنسبه لنا، احنا اول مره عندنا 3 حراس النهارده في القائمه، يعني ما كملناش ال 20 لعيب. عندك حلول خصوصا في الجزء الهجومي قليله جدا بالنسبه لنا، فكان صعب جدا يعني ان انت تعمل نفس الاستمراريه بتاع الاداء يعني. لكن في الاول والاخر برضو اعتقد احنا جايين، والراجل اتكلم في النقطه دي مهمه جدا، ان احنا جايين نكسب، ودي حاجه مهمه جدا وحاجه طبيعيه. بطل افريقيا واحنا حقق البطوله مرتين ورا بعض، وبنامل ان شاء الله ان نحقق ثلاثيه، وتبقى اول مره في تاريخ النادي اللي احنا نحقق 3 بطولات افريقيا. اعتقد اللعيبه كانت مركزه، لكن اعتقد برضو ظروف المباراه والجو، ان يمكن انا واقف معاك اهوت وانت حاسس بالرطوبه عاليه جدا، وحاسس بصعوبه الملعب، ارضيه الملعب. يمكن الاتحاد الافريقي قرر برضو ان ارضيه الملعب ما تصلحش لا تلعب مباراه فيها دوليه. فاعتقد دي مش مبررات، لكن اعتقد دي عوامل لازم هتاثر بيها ولو بجزء بسيط يعني.
لكن في الاول والاخير انت عملت النتيجه اعتقد اللي هي مرضيه ان شاء الله تساعدنا في مباراه العوده والاهم اللي انت تحقق طبعا ان انت تصعد يعني وده الاهم يعني اعتقد الحمد لله عارف ان الاداء مهم جدا بالنسبه لنا لكن اعتقد الحاجات اللي انا اتكلمنا فيها والغيابات والحاجات العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها دي اعتقد يعني اثرت لو جزء بسيط يعني لكن في الاول والاخير برده كان ممكن تخرج سهل جدا كسبان يعني اعتقد ضربه جزاء واضحه جدا لاكرم توفيق لكن انت في افريقيا اعتقد صعب حكم يديلك ضربين جزاء في ظروف زي ديت لكن عشان كده دايما بنقول الفار مهم جدا يعني نقطه مهمه لحضرتك بتتكلم فيها كابتن سامي ممكن يكون عندي عدم رضا عن الاداء لكن ده ما يمنعش ان انا اخد حقي انا كفريق بحتاج اخد حقي وجود الفار في الادوار دي مهم جدا ومش لازم استنى للادوار الاقصائيه طبعا مهم جدا برضو غير ضربه جزاء انت كان عندك فرص برضو يعني اعتقد ان شريف كان عنده فرصتين في الشوط الاولاني طاهر كان عنده فرصه الشوط الثاني اعتقد كانت مهمه برضو كانت ممكن تحسم المباراه يعني لكن في الاول والاخر انت بتلعب وتعمل اللي عليك اوقات ربنا بيكتب لك توفيق اوقات بتبقى الدنيا يعني مش زي ما انت بتتمناها لكن في الاول والاخر الحمد لله اللي انت عملت نتيجه ايجابيه وده الاهم بالنسبه لنا وان شاء الله الاداء كده هيتحسن مع رجوع اللعيبه المصابين عندك شناوي وعندك وحيد وعندك متولي وعندك قفشه وعندك حسين شحات والناس اللي لسه مش مقيده حسام حسن وبيرسي ولويس وكريم فؤاد فاعتقد يعني كل دي اعتقد يعني تدينا قوه وتدينا استمراريه في الاداء طبعا وده اللي ان شاء الله اللي احنا بنعمله الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سامي قلتوا ايه للاعبين ما بين الشوطين لان كان في تباين اداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني وقلتوا ايه للاعيبه بعد المباراه؟ هو الراجل اتكلم طبعا اللي احنا عاوزين نحسم المباراه بهدف تاني لان مهم جدا ان انت برضو عشان تستريح مباراه العوده وده الراجل اتكلم فيه يعني وده اللي احنا كنا نامله يعني ان احنا نحسم وجات لنا فعلا الفرصه ديت اللي احنا نقتل المباراه يعني بهدف تاني يعني لكن في الاول والاخر برضو اللعيبه ليها عذر برضو اللي هي زي ما قلت لك درجه الحراره صعبه يمكن انا واقف انا وانت انت حاسس بدرجه الحراره يعني لكن ده مش مبرر برضو لكن اقول لك من الحاجات برضو اللي سببت في ان الاداء الشوط الثاني طبعا بيبقى اصعب هم متعودين طبعا على الجو دوت وجو اصعب بيلعب بطل افريقيا بيلعب عاوز يعمل اقصى حاجه بالنسبه له لكن برضو في الاول والاخر الحمد لله ان احنا يعني انت عملت نتيجه تعتبر في الكوره ايجابيه يعني حاجه طبيعيه مهم جدا لما انا في ملعب زي ده واجواء زي دي اطلع بنتيجه تعادل ايجابي وايضا ما عنديش اصابات ده نقطه مهمه جدا بص طبعا وده اللي برضو كنا احنا خايفين منه جدا يعني ارضيه الملعب يمكن كنت انت معانا امبارح وممكن شفت يمكن كلنا قعدنا نحاول نصلح ارضيه الملعب سواء ان احنا نحط بقى رمل او نكلم الناس المسؤولين اللي هم يقدروا يصلحوا الحاجات دي لان كان فيها حفر كتير جدا جدا يعني في الملعب يعني لكن في الاول والاخر برضو اقول لك يعني الحمد لله ماتش وعدى ولكن ان شاء الله عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي مباراه نحسمها ان شاء الله بعدها كويس ونتيجه كويسه وان شاء الله تكون دي بدايه انطلاقه لينا ان شاء الله. كابتن سامي وبالتوفيق في الجاي باذن الله. شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء الاهلي والحرس الوطني في ذهاب دور ال 32 بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه التغيير الثالث اكرم مكان طاهر في الدقيقه 74. كان تغيير مهم وكان من بدري قلنا لانه طاهر ما كانش موفق النهارده حتى في كميه الجري يعني احيانا انت ما بتبقاش في احسن حالاتك الفنيه يا ايمن وكلنا مرينا بالظروف دي ولكن بيبقى في كميه حماس وجري والتحامات واصرار كانت قليله شويه عند طاهر فاكرم لما نزل لا فرق يعني ورغم ان لعب وقت قليل لعب من الدقيقه 75 ملى الجانب اليمين طبعا هو هنا في اعاده ثاني للهدف او مش الهدف الكره اللي كانت خطر لفرقه الحرس الوطني ولكن يعني علاء شرحها وفقنا ان الحمد لله ضربت في القائم وطلعت لبره فاكرم توفيق نزل عمل حركه كويسه ناحيه اليمين ونشاط وساند مع هاني في الجبهه ديت وكمان قلنا ان عمل ضربه جزاء واضحه جدا يمكن اوضح من كره ضربه الجزاء الاولى يعني دي لم تحتسب الحكم ما عرفش تردد على فكره فيها حتى وليد كلمه وهو واقف تحس بس انه بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن اسامه كان ممكن اللي ياخد القرار اللايزمان طبعا فاهم لان ممكن رؤيه الحكم مش شايفها صح او مش شايفها بصوره كويسه اللايمان بدايتها اسامه رفع اللي هي على ضربه مرمى ايوه من البدايه من البدايه خالص
كان هو المفروض طبعا لاين زمان كان اقرب انه أيوة. انه ده طبعا صوره الهدف القفز. هات لنا الكره دي معلش هات لنا كره تاني من اولها وهي بتترفع وهي بتترفع بس كده اثبت هنا اثبت هنا اثبت اثبت هنا. هنا لا 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 والراجل بيلعبها بدماغه بص يا كابتن اسامه انا عايز اقول لك حاجه فيها بس كده بص يا كابتن الاثنين ياسر وحمدي باصين على الكوره ايوه محدش واخد باله من الراجل اللي جاي من ورا ده هو ديوري بالظبط مع ان احنا كده عندنا هنا في اللقطه دي عندنا زياده عدديه مظبوط مظبوط ما هو في زياده يعني عدد. خطا بص انت الخطا انت داخل ال 18 انت في خمسه وهم ثلاثه ايوه الكرة دي هاني بيقفز عادي انت ساعات احيانا بتقفز مع المهاجم انت بتاخدها او هو ده يعني انا هنا مفيش خطا من هاني يعني تمركزه سليم أيوة. لكن الراجل التاني انا قلت لك المدرب بتاع الحرس الوطني نزل رقم 30 و20 عندهم اطوال وده اعتقد كان رقم 20 ايوه ده رقم 20 طويل أيوة. اصلا فهاني قفز لكن هو اعلى ده ديانج كان لسه في الملعب دي ساعتها ديانج ما كانش اتغير لسه لا لا ما هي لحظه ده لحظه ده بعديها على طول بعديها على طول اتغير طبعا هنا حمدي وياسر نظرهم مع الكوره وسايبين ديوري خلفهم هي قبل كده اسامه ديوري كان قدام حمدي يعني هما الاثنين ماسكين يعني حمدي كان يعني لو رجعت بيها ورا شويه كده هتلاقي حمدي كان قدام ديوري ساعه اللعب سرق ساعه اللعب سرق كله بص بص يعني بص كده تمركز ما فيش مشكله بص هايل كده قدامك وشايف بص لياسر لما تلعب بقى الكوره المفروض كان ياسر يكمل مع ديوري وما يلعبش على ما يلعبش على الراجل اللي هو رقم 20 هما الاثنين باصين فين للكوره ما هي دي اللحظه اللي سرق فيها اللي علاء بيتكلم عليها اللي رقم 9 ياسر ده حمدي اللي سابه حمدي اللي سابه كان مفروض معاه وعدى من وراه وحطها طبعا ما فيهاش اوف سايد جاي من الخلف حطها كويس وهو ده يمكن من اخطر لعيبه فيهم صحيح ف كره عشوائيه برضه هم لعبوا ايمن انا قلت لك هو نزل رقم 20 و30 بص بقى يا كابتن معلش انا عايز الكره دي خلي الكره دي ثابته برضه شويه بص الثلاثه بتوعنا دول مجرد الكره ما تتلعب حتى تترفع بعشوائيه الثلاثه دول بره الملعب بره اللعبه مظبوط بس كمان في حاجه الناس اللي واقفه على الخط يمكن علاء شاور فيها دلوقتي واضحه اللي واقفين على ال 18 دول مظبوطين المفروض بقى ياسر وهاني يبقوا على الخط معاهم وكان يبقوا الاثنين دول اوفسايد اللي هم الاخرانيين ايوه يعني لو واقفين على خط معلول و محمد هاني واقف معدي ثلاثه كابتن واقف واقف راس الحربه كمان ايوه انا فاهم حتى لو اتلعبت قدام يقدر يسرقوا لا لا بلال انا بتكلم على الاثنين اللي في ال 18 اللي هم لو من بدري هاني وحمدي فتحي برضه. وياسر على ال 18 مع نفس الخط كانوا هيبقوا اوف سايد صحيح قبل ما تتلعب بس طبعا لو قلت لك دي دلوقتي هاني ما تقدرش تقول اخطا بعد لانه الراجل طويل اصلا لكن هنا ياسر وحمدي هم صحيح طب في كره جبتها قبل الهدف او بعد الهدف دوت كانت لعمرو السوليه جت من شويه وبعدين رجعنا ممكن نجيب الكره دي مره ثانيه استلامه وحش يعني يا ريت لو متواجده معانا ممكن نجيبها ماشي فانت سالتني على تغيير اكرم كان موفق لما نزل ال 10 دقائق او ربع ساعه اللي لعبها وعمل حركه ناحيه الجنب اليمين ولكن الوقت كان ضيق بالنسبه له ما اسعفوش يعني لكن الوقت اللي نزله كافح فيه وادى فيه بشكل معقول يعني ما كان طيب كابتن شريف عايز اسالك في حاجه هل ممكن ال سوري كابتن بلال كنت عايز سألني طيب وانا لا 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 مش هسألك خلاص كنت هسألك على موضوع ان انت سألني وانا حباصي ان انت تسافر قبل المش بيومين ما خدتش على الاجواء بصوره كافيه وما كانش في وقت تتمرن في الاجواء دي مره واثنين وثلاثه هل دي ميزه ولا عيب؟ والله بص الطب الحديث بيقول لك ميزه الطب الحديث اخر حاجه اخر معلومه سمعتها يعني عن السفر انك الطب الحديث بيقول لك ان ميزه انك تروح تتمرن يعني تمرينتين بسرعه تمام وبعدين تلعب الماتش ده اللي انا سمعته يعني عشان برضه ما حدش يفضل يعلق يقول لك لا صحيح ما تتاثرش هو ولكن ما تلحقش بالاجواء الافضل انك تروح على طول متاخر زي ما بلال بيقول كده يا بدري قوي يعني يا اسبوع بقى يا بدري قوي يعني اسبوع مثلا وخمس ايام انت ما عندكش وقت اكتر يا اما زي ما بلال بيقول كده اللي هي تروح على الماتش على طول بيوم او حاجه فانت رحت شفت الملعب اتمرنت عليه
يعني الاجواء كلها مش بتاعه كره قدم، يعني احنا خلينا برضو نعترف الحته دي، انك لا ملعب ولا جو ولا درجه حراره رطوبه، فريق غامض بالنسبه لك انت مش عارف، انت عارف الفرق الافريقيه برضو ساعات بتتكون كده فرق زي انيمبا تروح طالعه مره واحده كده واخده بطوله افريقيا. الموسم الماضي احنا برضو كان في فرقه وصلت تقريبا للسيمي فاينل مع لا كايزر شيفز دي ما وصلت معاك فاينل، لا مش كايزر تشيفز كانت معانا في اللي كانت معانا في المجموعه. سيمبا ولا ايه؟ سيمبا طبعا واخد بالك، وادوا اداء برضو بشكل بعض المباريات يعني برضو بشكل جيد في بعض الماتشات المباريات. انت برضو عشوائيه الفرق وانك ما تعرفش عنها بشكل كويس لانك ما درستهاش، ما شفتش الفيديوهات، ما شفتش، ما عرفتش، دي برضو خد بالك في بعض الاوقات بتسبب بعض القلق يعني، لكن برضو مش على النادي الاهلي. خلينا برضو نتفق، انت بتلعب الترجي، بتلعب النجم، بتلعب الوداد، بتلعب الزمالك، الصفاقسي، بتلعب بتلعب فرق كبيره اسماء كبيره جدا. النهارده اداك سيء، خلينا نعترف يعني مش هنقول اداء الاهلي متوسط، لا ادائك سيء مقارنه بالفرقه اللي انت بتلعبها. الاداء النهارده سيء مش جيد تمام، يعني تلام على على هذا الاداء. مش هقول مثلا ان انت هنقول لينا ركله جزاء ما اتحسبتش، ماشي ده كل كلام حلو لطيف، لكن انت لو بتتكلم في فرقه تقيله بره ملعبها من فرق افريقيا النهارده في حاجه زي كده في اجواء زي دي، لا ما ينفعش نطلع باي اكسكيوز في من الملعب، ما ينفعش نقول لا اصل الارض اصل لا الكلام ده غير يعني غير مقبول فيما بعد. احنا ما بنتكلمش على ماتش النهارده، الماتش النهارده ممكن يكون درس فيما للي جاي بعد كده. دي بدايه ضربه الجزاء يا كابتن. ايوه اكرم اتحرك تحرك هايل، هاني اداله في الفاضي كويس قوي. بص لامام، بص لامام المفروض يحسبها. لامام زمان بص لا لا قرب ونزل بعد كوره ما عدت. بص لامام بص بقى هيعمل ايه وهيشاور عليه. بص هيدي ضربه مرمى على طول في ده. خلي بالك بص رد فعل اللاينز مان بعد ما الكوره عدت وطلعت بره. بص يا ايمن بص بص كمل بقى كمل. لا طبعا ضربه جزاء بص بقى لايمان يا اسامه حقيقيه 100%. بص لايمان هيعمل ايه بعد كده؟ بص نزل بص نزل بص بعد كده بيشوف ايه؟ هو بيبص على ايه؟ بص الكره طلعت بره. وشاور بص في ثانيه، ما انا بقول لك عشان كده الحكم لا ايوه بس اثبت في اللقطه دي. بص الكره كانت طلعت بره يا كابتن، هو بيبص على ايه؟ يعني بيتاكد من ايه؟ ان هو مش لا هو ممكن يكون بيعمل حاجه ثانيه مش بيتاكد ولا حاجه، هو مستني صفاره الحكم. صعب الامر صعب طبعا. يعني الكره طلعت يعني الكلام ده بتعمله واكرم بيعدي ورجل الراجل فيه. ركله جزاء واضحه صريحه 100% 100% طبعا 100%. ساعات يا ايمن الحكام بيتفق الحكم مع الاثنين لاين مان يقول له ما تدينيش قرار سيبني انا ساعات مظبوط ساعات كده بس دي واضحه قوي. بس دي واضحه دي يعني. اوضح من الاولانيه دي اوضح من بتاعه الجول صح. يعني ممكن بتاعه الجول دي يبقى يعني كلام انت مش انت مش شايفها كحكم واخد بالك، لكن دي واضحه وضوح الشمس يعني طبعا. بس برضو يا كابتن ايمن انا بتكلم على اللعبه الاداء الاداء نفسه الاداء. انا الحقيقه الاداء النهارده يعني ما امتعنيش ما عجبنيش، ما حسيتش ان دي فرقه النادي الاهلي اللي بتمتع. الكرات البساط اللي من رجل لرجل يا كابتن، التحضير الكويس، اللعب من على طرف الملعب، الاختراقات، حتى اللونج باسز اللي انت لعبتها مفيش ولا واحده ظبطت ولا واحده غير هي كره البنالتي اللي جاب منها محمد شريف البنالتي. يعني دي يمكن الوحيده اللي كانت جيده النهارده المتقنه اللي فيها ربط ما بين شريف وما بين نص الملعب. صحيح بالك حتى لما جه غير مستر موسيماني تغيير يعني 3 في 1 زي ما بيقولوا، لكن تغيير برضه بالنسبه لي له علامات استفهام كتير. انت عايز ايه من الجيم؟ عايز تقفل عايز تجيب ولا عايز تجيب جول؟ عايز يبقى عندك توازن في ارض الملعب؟ التغيير مبهم بالنسبه لي. صحيح. في حاجات كده بتبقى مبهمه بالنسبه لك، لازم برضو يعني وانت بتتكلم تدي مسج للمدير الفني تقول له لا في تغييرات مش في وقتها، مش في محلها، مش في مكانها. مزبوط. مش في الماتش ده. مزبوط. النهارده ماتش انت تخرج كسبان 3-4 وانت مستريح، ما تسيبش الفرقه دي فرقه زي كده. مع احترامنا طبعا لكل الفرق، لكن فرقه زي دي ما ينفعش تعمل عليك جيم بالشكل ده. مزبوط. خاصه في الشوط الثاني. لما رجعت الشوط الثاني وحاولت انك تسجل اهداف، وليد سليمان راح وطاهر محمد طاهر راح، وكان ممكن شريف يسجل واكرم توفيق له ركله جزاء، ابتديت تلعب ابتدت تبان شخصيتك. ده الشكل اللي احنا بندور عليه لما انت ابتديت تدور على انك تجيب جول ثاني. لما حسيت ان شكلك وحش في الملعب. صحيح. يعني احنا مش عايزين نوصل لان يبقى شكلنا وحش في الملعب، فنضطر انفين ان احنا نبتدي يعني نهاجم ونبتدي نلعب ونبتدي نظبط. لا الامر يعني انا بشوف الاهلي فرقه افضل من كده بكتير جدا جدا جدا. الاداء بعد كده في الماتشات اللي جايه بره ملعبك لازم يبقى في رساله لكل الفرق. صحيح. احنا لو كنا يعني بنتكلم بحماس شويه من غيرتنا على النادي الاهلي، احنا كل اللي يهمنا النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي واداء النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ومكاسب النادي الاهلي. فعلشان كده بننتقد، بس بننتقد باسلوب ممكن بيبقى فيه هدوء في بعض الاوقات وفي يعني
عصبيه شويه في بعض الاوقات الاخرى، ولكن علشان خاطر النادي الاهلي، واحنا كل اللي يهمنا في المقام الاول والاخير النادي الاهلي. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مرهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد. اهلا بيك كابتن. الله يخليك. طبعا عاوز اقول حاجه في البدايه كابتن ايمن. اتفضل كابتن. الشخصيه التحكيميه، عندما يفتقد الحكم الشخصيه التحكيميه كابتن علاء، عندما يتاثر بعامل الارض والجمهور، تتوقع منه كل حاجه كابتن شريف. يفقد السيطره قصدك يعني. تتوقع، ما هي الشخصيه التحكيميه هي اساس الحكم. لو مش موجوده عندك كل حاجه عندك هتتاثر بيها. مظبوط. سواء كان في المخالفات الفنيه او العقوبات الانضباطيه، او كمان في احتساب ركله الجزاء من عدمه. بدايه هذا الحكم ضعيف الشخصيه يا كابتن، وما كان يجب ان هو يتعين في هذه المباراه. دي نمره واحد. على الرغم دي كانت فرصتك كحكم انك انت تنطلق من هذه المباراه وتثبت نفسك عشان تبتدي تاخد في المباراه القادمه. نمره واحد، انا عندي كابتن علاء ركله الجزاء واضحه وضوح الشمس. عايز اقول لك ان هو شافها، لا شافها. شافها. وهقول لك شافها ليه من خلال الحاله، يعني هو حظه وحش النهارده معانا الحالات هنجيبها. عندي بطاقه حمراء النهارده مباشر. وانا بتكلم صرف النظر عن الاداء النادي الاهلي، انا بتكلم تحكيم النهارده. عندي بطاقه حمراء مباشره. لاعب ضد طاهر محمد طاهر داخل بالستارز واضح جدا في المنطقه اللي هي مش محميه، بيني وبين الحكم تقريبا 5 متر، شافها كويس قوي قوي. على فكره اللعبه دي في 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 مباراه كايزر كابتن علاء تم طرد لاعب وكان رضوان جيد كان في الفار. كابتن بصفه عامه هذا الحكم اثر تاثير كبير على اداء النادي الاهلي. هقول حاجه ثانيه يمكن البعض يمكن ما عرفهاش، هو لم يوفر البيئه الامنه للاعبي النادي الاهلي من خلال الالتحامات القويه. خلي بالك كل ما اللاعب بيخش بالالتحامات قويه في احمد بلال، في علاء ميهوب، في اسامه، في شريف، انت بتكش شويه. كل الالتحامات هو لم يتخذ فيها قرارات يا كابتن، وهجيب لك الحالات مش كلام مرسل، ولكن هنروح للحالات يا كابتن احمد ونشوف حاله في هذه المباراه. خلينا نروح للحاله الاولى ونشوف ايه الحكم. هنا بنتكلم طبعا ركله الجزاء طبعا واضحه وضوح الشمس، ما فيش فيها اجتهاد، يعني اللاعب لم ينجح في لعب الكره حارس المرمى، وبالتالي دخل بتهور، وكان يجب ان انا اشهر البطاقه الصفراء، مش معنى ان انا حسبت ركله الجزاء، لان هنا ما فيش هنا كابتن علاء، ما فيش هنا من اللاعب من حارس المرمى ان هو بيلعب على الكره، لا ده هو دخل خد برجلين الاثنين محمد شريف، ونشوف هنا طريقه الدخول واسلوب الدخول باليمين وبالشمال، وكان يجب هنا اشهار البطاقه. طبعا هو لم يشهر البطاقه الصفراء هنا الحارس، وبالتالي هنا ركله الجزاء واضحه جدا لشريف نتيجه العرقله الواضحه من حارس المرمى، والذي كان يجب اشهار البطاقه الصفراء لم يشهر البطاقه، ومتردد جدا جدا، ما عندوش كمان ثقه في القرار. قرار سهل، قرار سهل. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. شوف كابتن هنا الضرب واضح جدا بالكوع، ونشوف والمساعد هناك شايف، وانت كحكم شايف. كابتن بلال من فضلك خليك بس معايا في الحاله دي، مهمه جدا جدا. هنا اللاعب يتعمد بقبضه ايده، نشوف تاني هنا، شوف بقبضه هو بيطلع، مش كوع كده طالع بيحمي نفسه ولا حاجه، لا ده طالع بقبضه ايده كابتن هنا وبيضرب، ومع ذلك هنا اشهر الصفرة اللي انا شايف كان ممكن هنا ترتقي الى الحمراء. دي حاله من ضمن الحالات اللي كانت معانا هنا. شوف الايد بتاعه لاعب تقريبا نونو او اللاعب رقم 9، وطلب البوكس، مش طلب البوكس، مش بالكوع، مش بيحمي نفسه كابتن. ادي بطاقه حمراء مفقوده نتيجه ضعف شخصيه الحكم، هذا الحكم الضعيف اللي اثر بقراراته على اداء النادي الاهلي. نروح للعبه اللي جايه وبعديها على طول مباشره، شوف بيدي تحت فرصه، خلي بالك هو بيهرب من القرار. تعال نشوف هنا تاني، نشوف ده هي ستوب. دي ستوب، تعال ارجع لي تاني. هل من المعقول النهارده انا النهارده بالدخول ده بالاسترزاد في منطقه غير محميه كابتن بلاد بدي امكانيه تحت فرصه؟ فين تحت فرصه؟
يا بيه النهارده هنا خطا يستوجب البطاقه الحمراء مباشره وتدي الراجل الفاول. حتى لو اداله لازم يرجع له. كابتن هنا الافضليه ايه؟ انت بتدي الافضليه هنا يا كابتن، هو انا الافضليه اتاحت فرصه ولا اوقف وادي البطاقه الحمراء؟ صح. هو النهارده عشان يهرب من البطاقه الحمراء خلى اللعب يستمر ورجع نشوف تاني المخالفه. طب يا كابتن لو اللعب استمر مش ممكن يرجع له يديله يرجع تاني؟ بس الافضليه يا كابتن اسامه هذه الفرصه مش يعني مش هي ديت اللي انا ممكن اقدر من خلالها بلال اخلي اللعبه تواصل. ايوه خلينا نشوف الفرصه فين الفرصه؟ تاني هنا نشوف هنا الراجل داخل متعمد الإزاء بالستارز واضحه جدا جدا وهو للاسف شديد بينه وبين الحاله 5 متر لم يحتسب هنا المخالفه وكان يجب ان هو يرجع حتى لو اتاحت الفرصه كان يجب ان هو يدي الحمراء. يبقى انا عندي النهارده بطاقتين حمران يفتقدهم الحكم. اللعبه دي يا كابتن دي مفيش فيها افصال، دي عندنا في التحكيم هي لابد انك انت تاخد فيها بطاقه حمراء، ما ينفعش ان انا ادي فيها اصفر. شوف تاني هنا هقف هنا ستارز والقوه موجوده والسرعه وكل حاجه موجوده في هذه اللعبه. صحيح. دي حاله. نروح للحاله اللي بعد كده. طبعا هو كمان يفتقد كمان كابتن للتمركز الصحيح والقراءه الجيده للمباراه. نشوف بنالتي هنا 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 ستوب كابتن. يعني علاء هنا قول لي زاويه الرؤيه هنا عامله ايه؟ هو شايف كويس شايف جدا. هو شايف كويس يا كابتن. كابتن انا مش عاوز اقول ان ده شايف كويس جدا جدا. ده اكتر واحد من المساعد شايف اللي افضل من افضل زاويه رؤيه يا كابتن شريف للحكم مش للحكم المساعد. خلي بالك مفيش حاجه قافل عليك ولا حد قافل عليك ولا عندك حجه في حاجه، ولكن انت يعني عشان حسبت ركله الجزاء ما تحسبش الثانيه. لا الكلام ده مش موجود في التحكيم ابدا. هو حتى الاهلي ركله الجزاء هنا اكرم توفيق. نشوف الحاله تاني. لما وليد راح له يا كابتن تحس ان هو حاسس من جوه ان هي ضربه جزاء بس حاسس بتعليب الضمير يا كابتن. يعني هو حاسس ان هي عارف ان هي ضربه جزاء بس تمام. العرقله واضحه جدا جدا. حكم تردد؟ لا مش تردد، هو متعمد لم يحتسب هذه. ليه؟ لان هو خايف من الارض، عامل الارض وعامل الجمهور. وزي ما قلت لك في البدايه عنوان المباراه الشخصيه التحكيميه، هو يفتقد ليه شخصيه التحكيم. انا اعتقد لو المباراه 1-0 كان هحسبها. ما دوت ليه حساباته. ما 1-1 دي كمان هي كمان خليته برديش الاول والله والوقت كمان خلاص قرب. لكن هي لو 1-0 في الوقت ده واللعبه دي كان هيحسبها عادي جدا. كان هيحسبها. هو هنا بنقول ايه؟ هو هنا عنده حسابات. الحكم اللي عنده حسابات ما خلاص خلي بالك ما بقاش حكم. صحيح. ده في البدايه. صحيح. نروح ل هنا خلاص يبقى ركله الجزاء هنا واضحه جدا وضوح الشمس لاكرم توفيق. حاله من الحالات المهمه جدا جدا. انت عملت حاجه غريبه جدا مش في التحكيم يا كابتن احمد. اولا دخل الملعب انت بتمنع الجهاز الطبي من النزول لعلاج لاعب وبيدي له انذار. وبتدي له انذار يعني انا ما شفتش كده. انا هنا بيجي الحكم بيقول لك النقاله. طب ايه المشكله؟ الجهاز الطبي متواجد. وبعدين هقول لك اللاعب ده اتعمل فيه عمرو السوليه ايه؟ لا ده الراجل هنا اللي دخل فيه بالستارز على الحذاء. نشوف اللعبه. هو منع طبعا الجهاز الفني الطبي من الدخول وبالتالي هو بيقول لك النقاله تخش الاول. وطبعا دوت مش موجود ابدا في التحكيم لان انت معاك الوقت اللي هو بدل الضايع. شوف المخالفه الاول. مين يستحق المخالفه كابتن علاء؟ هات لي المخالفه كده اللي جت من لاعب النايجر ديد عمرو السوليه اللي هو الرجل راحت في الساق. خلينا بقى نروح لرايه. نيجي هنا كابتن هنا نشوف هنمشي نمشي. بص دايس على مين؟ دايس على رجل مين؟ مين دايس تاني؟ تاني الايد من فوق والرجل. شوف الرجل من تحت الاول هنا والايد هنا فوق اهي ايد ورجل ولم يحتسب من المخالفه. وطبعا هو شايفها كويس قوي قوي كابتن علاء. حكم للاسف شيء تدخل بالقرارات نتيجه عدم وجود الشخصيه التحكيميه بشكل عام. هنا الراجل بيتعالج بيطلب ان هو يتعالج وهو بيقول لك لا وراح مديله انذار. وايضا ادى علي لطفي انذار طبعا لا يستحق الانذار فيه بشكل عام بصرف النظر عن النتيجه. هذا الحكم حكم ضعيف جدا جدا اثر بقراراته التحكيميه على المباراه ونتيجه المباراه. نتمنى 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 ان هذه المباراه تسند الى الحكام الكبار كابتن اسامه لان هنا هذه المباراه كان ممكن ان هي تؤثر في المباراه القادمه. ولكن بنقول دايما دايما ان شاء الله المباراه القادمه النادي الاهلي يقدر يعوض في ملعبنا ونقدر النهارده نكسب باذن الله في المباراه القادمه باذن الله. كابتن نشكرك شكرا جزيلا. كابتن نصر عباس خبيرنا التحكيم المتميز. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والحرس الوطني بطل النيجر في بطوله ابطال افريقيا في دور ال 32 والتي انتهت بالتعادل الايجابي
1-1. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه العوده، لتحقيق الفوز باذن الله والوصول للتاهل لدور المجموعات. حابب اشكر ضيوفي اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن، شرفتني. اشكرك كابتن، ونتيجه طيبه وان شاء الله نعدي المباراه هنا باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن. شكرا، شرفتنا. شكرا. كابتن علاء ميهوب، الف شكر يا كابتن، شرفتنا. شكرا يا ايمن، وان شاء الله مباراه العوده تبقى احسن نتيجه ولعب وكل حاجه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال، الف شكر يا كابتن. الله يخليك كابتن. كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وورقه تحياتي.